وتلعبوا في الماتش الفرق قدام 90 الف متفرج يوم التقوا راح تلعب في الاسكندريه امام 24 الف اللي هي في صالح الدرجه اللي يكونوا الضغط الجماهيري تبعدوا عليه نوعا ما على 90 الف صحيح اللي بريسيون تنقص لكن احنا معناتها لاعبين تاع الرجال هذه يستانسوا بالشيء هذا توا قداش من عام معناتها لعبنا مقابلات كبار لعبنا دي فينال معناتها بالنسبه لينا حاجه تنجم تعطينا شحنة معنوية بالعكس معناتها كي تلعب قدام جمهور ومش ديما تلعب سو بريسيون سورتو الاكستيريور ديما الفريق اللي الزائر يحس روحه معناتها مورالمون ارتاح من الفريق اللي يستقبل شكون مقابلة صعيبة ولازم ليش نحطه في مخاخنا حتى شيء لازم كي نهبطوا للتيران معناتها زفر الاربيتر عنا ماتش عليه معناتها فينال عليه لازم نقعدوش نخمو اللي فما ماتش روتور واللي احنا افونتاجي ليه بالعكس لازم نقراو حسابنا من ماتش الالي نعملوا ريزولتا بوزيتيف اللي باش يسهل لنا ماموريه في العرض نجم نقولوا دور الدفاع كبير في المقابله دي نتاع الالي خاصه باش ما تكونوش اهداف نجمو تسهل لكم الماتش العوده هنا بالطبيعة كيما معناتها الدومي فينال معناتها ما فماش فرق لازمكش تقبل معناتها لازمك تكون مركز برشا ومتقبلش اهداف وميم طون تحاول باش تسجل معناتها الاكستيريور خاطر تعرف معناتها بونتو برا يعاونك برشا كي تبدا تلعب في بلادك من بعد. بالنسبة للأهلي ما عندوش برشا ماتشات في ساقيه لاعبين 12 ماتش العام هذا نجم نقولوا في صالح الترجي خاصة لكن وصلت المقابلة في الدقائق الأخيرة نجم تستغلوا العام هذا. لا سي با ايفيدون راهو فينال معناتها ما تنجمش تعرف معناتها خاطر اللاعب ينجم حتى بالموتيفاسيون بركة ينجم يكمل لك ماتش ويعمل لك حاجة اكسبسيونيل مش حكاية كونديسيون فيزيك ولا حاجه سي فري تو احنا لاعبين اكثر منهم مقابلات وكل شيء لكن فما معناتها فاتيك مونتال تنجم تاثر مش كان الفاتيك فيزيك راهو كيما قلت لك لازمنا نبداو حاضرين و للي سيناريو الكل واللي يصير الكل وان شاء الله نخرج بنتيجه ايجابيه. وليد لاحظنا في معناتها في دو ماتش الاخرانيين اللي لعبناهم كونتر الاهلي غادي في مصر ماركينا سيغ دو بالاغيتي بونتو دراجي وبونتو بانانا معناتها ما نجمش نقولوا معناتها اللي بالاغيتي سلاح لازم نعملوا عليه سيرتو وانت زاد باسم في الاكزرسيس هذايا. بون سي فري لي بالاغيتي توا في الكره العصريه معناتها ولات مهمه برشا. ثم تحضير خاص؟ لا قاعدين نخدموا نورمال قاعدين نخدموا نحضروا. مي ريوسيت راهي البلاريتي معناتها أكثر منها خدمة تنجم تقعد تخدم معناتها شهر كامل ومتمركيش معناتها تنجم كوت شانس تير ريوسي من التيرور وبلاسمون باهي من لي زاتا كونتي أنا نجم نماركيو معناتها مش حكاية أونترينمون. وليد نحكي على بالنسبة للقب هذايا تقريبا لاعبي الترجي الكل لهم فرصة تاريخية بعد تبرير الموسم الفارط الموسم هذايا يعني الشامبيونز ليج ثاني القب على الدوري نجم ياخذ الترجي النقطة هذه هل باش تكون في صالح لاعبي الترجي ولا أنها باش تمثل ضغط أكثر عليهم؟ هكا وهكا معناتها من ناحيتين فما ضغط ولا محالة احنا ما نتصورش كان فما واحد ما يحبش يهز الشامبيونز ليج مرة ثانية على التوالي خاطر حاجة تقعد في التاريخ وفي بالماريس نحن كجواريت وفي تاريخ النادي نتاعنا وبلادنا دونك باش نعمل ماكسيموم إن شاء الله باش نهزوها هذايا ما فيه الشك لكن توتون غاردون لو كالم ولازمناش نابلو خاطر فينال تلعب بذكاء تلعب برشا تركيز برشا ساجيس مش واحد يهبط معناتها مش كونسونتري ولا بريسيون تكثر ولا حاجه بالعكس احنا استانسنا توا الدرجه هذه لعبنا مقابلات في نيفو سوبيريور ان شاء الله اللي باش يصير الكل ان شاء الله متحضرين. اللي باش يصير الكل وانت حكيت على اللي باش يصير باش يكون ضغط خاصه على خط الدفاع بالنسبه للترجي الرياضي في لقاء الذهاب هذا ونعرفوا ان لاعبي الاهلي تعرفوهم انتم جيدا عندهم معناها كاليتي في ساقيهم الجولات هذوما باش يكون خلينا دور كبير بالنسبه للخط خلف الترجي الرياضي. بالطبيعة احنا توا حاجة هذية ماهيش جديدة توا في بالنسبة لنا كل ماتش في الترجي الرياضي معناتها الدفاع لازم يكون مركز برشا خاطر نعرفوا اللي ليسبيرونس لا توندونس ديما معناتها تلعب برشا القدام بأكثر عدد ممكن من اللاعبين دونك لي جوار اللي يبداو التالي لازمهم برشا فتنة معناتها.